السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والإعدادية، أسعد الله أيامكم بكل الخير. إن شاء الله النهاردة يا شباب معنا فيديو هنتعرف فيه على موقف الطلاب اللي ما قدموش البحث، والطلبة اللي هم قدموا البحث ولم يحصلوا على 50% أو لم يجتازوا، وكمان الطلبة اللي هم لم يؤدوا امتحانات الترم الأول. كل ده إن شاء الله هنعرفه يا شباب في هذا الفيديو. لكن قبل ما نبدأ في الفيديو يا شباب، يا ريت تعملوا لايك لهذا الفيديو وتوصلوه لألف لايك عشان زملائك وكل حبايبك وقرايبك وأصدقائك ومعارفك يعرفوا موعد الامتحانات التكميليه الجديد. يا ريت يا شباب نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان كل حبايبك واصدقائك وزمايلك يعرفوا موعد الامتحانات التكميليه ونبدا مع بعض. طبعا الوزاره يا شباب حددت موعد عقد الامتحانات التكميليه لطلاب سنوات النقل والشهاده الاعداديه اللي هم تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الاول بعذر قهري مقبول. يعني واحد غاب في امتحانات الترم الاول بس جاب عذر مقبول، يعني مثلا لا قدر الله ان هو كان في حادثه او في مستشفى وجاب عذر، خلاص ده هيؤدي امتحان في 21/6 الجاي، يعني 21 يونيو، وفقا للقواعد المنظمه في هذا الشان وظروف كل مديريه، مع الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الوقائيه او الاحترازيه والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامه ابنائنا الطلاب. ده كان بالنسبه للطلبه اللي هم ما حضروش امتحان الترم الاول. طيب كمان تقرر عقد امتحان للدور الثاني لمين يا شباب؟ للطلبه اللي ما حصلوش على 50% في البحث، يعني اللي هم ما اجتازوش نتيجه البحث او نتيجتهم في البحث كانت لم يجتازوا. طبعا احنا عرفنا ان البحث كان يا اما اجتاز يا اما غير اجتاز. طب في طلبه ما كملش 50%، واحد بيسالني ازاي يا استاذ انا قدمت البحث ما حصلش على 50% ازاي، او حصلت على نتيجه لم اجتاز ازاي؟ اقول له البحث كان بيتصحح على 5 مواد، يعني عربي وانجليزي ودراسات وعلوم ورياضه. الماده اللي مثلا الطالب حصل على مقبول في الدراسات ومقبول في العلوم ومقبول في اللغه العربيه وحصل على غير مقبول في المادتين التانيين، يبقى كده النتيجه بتاعته اجتاز. طيب ما حصلش على 3 مقبول، يعني جاب غير مقبول في الدراسات وغير مقبول في العربي وغير مقبول في العلوم، يبقى كده 3 غير مقبول، يبقى كده ما حصلش على 50%، يبقى النتيجه بتاعته النهائيه بتبقى لم يجتاز. هؤلاء الطلاب بقى هيعقد لهم امتحان في 21 يونيو ان شاء الله الجاي، يعني 21/6. طيب بالنسبه للطلاب اللي هم بقى ما قدموش البحث، برضو تقرر عقد امتحان ليهم يا شباب يوم 21/6 الجاي، يعني 21 يونيو، على ان يؤدي الطالب امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسيه كلها تضاف للمجموع، وذلك فيما درسه الطالب في الترم الثاني لحد 15/3/2020، يعني انت هيتعمل لك امتحان واحد فيه كل التخصصات لحد ما درست في الترم الثاني اللي هو 15/3، يعني انت شوف انت درست ايه في المواد لحد 15/3 دي اللي هو هيتعمل لك فيها الامتحان. كده يا شباب اتمنى من الله عز وجل ان انا اكون قدرت اوصل لكم معلومه تفيدكم ان شاء الله، واتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلبه، والى ان القاكم في فيديو قادم. اسابيعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.